الاخر كانت معكم عندنا التعليم، انا كنقدم دروس مختلفه في مواد مختلفه، وكنديروا ايضا اصحاح ديال التمارين زائد اصحاح ديال الامتحانات. الو هادشي كامل علاش الهدف ديالو هو ان زادي التلاميذ وزادي الطلبه ديال المغرب او من خارج المغرب يستفيدوا وينميو المستوى ديالهم. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش انكم تبارطاجيو مع صحابكم. خليكم مع الفيديو، ونتمنى ان الشرح يكون مبسط بالنسبه لكم. شكرا لكم. اذا غنشوفوا دابا لو دومين دو ديفينيسيون، يعني غنشوفوا تي اف يعني مجموعه التعريف. الوغ هنا مجموعه التعريف كاين تقريبا يعني 5 ديال الحالات الممكنه في تحديد اولا 5 شروط. بالنسبه لنا عندنا لا فونكسيون بولينوم، الا كانت عندنا فونكسيون بولينوم الوغ شنو هي فونكسيون بولينوم؟ هي داله حدوديه، دونك ديجا شفتوها في الباك وديجا شفتوها في السنه الاولى بكالوريا والثانيه بكالوريا. الوغ مجموعه التعريف تاع فونكسيون بولينوم هي R. مي خليني نعطيكم واحد التذكير بشنو هي داله حدوديه. الوغ داله حدوديه دونك كل تعبير كتب بحال هكا، دونك كل تعبير يعني كل تعبير كنكتبو بحال هكا. دونك هاد اللعبه كتعني اف لي اكس كتساوي صافين. الوغ ا اس ان اكس ان زائد ا ان موان زان فوا اكس ان موان زان بلوس، بقاو غاديين واحد شويه صافين، زائد ا اكس ان بلوس اخر تيرم عنطلاقا معاه هو ا زيرو دونك اكس او زيرو صافين. الوغ هادي كتسمى فونكسيون بولينوم. اوكي شنو هما ا عندنا نو اكس او ان، دونك ا كتسماو هما المعاملات كوفيسيون، والان كتسماو دوغري دو بولينوم. اوكي انا ما عنديش مع التعابير، نحاول نعطيكم واحد الحوايج ثلاثه الى تحققوا كنقدر نقول ان الداله ولا الفونكسيون اللي عندي فونكسيون بولينوم. اول حاجه خص يكون ما يكونش عندي مقام فيه متغير، يعني جامي نلقى اكس ولا اكس كاري ولا شي حاجه، دونك هذا ممنوع بالنسبه للبولينوم. ثاني حاجه الشباب، دونك ممنوع نلقى الجذر تحته متغير، دونك حتى هذه ممنوعه ايضا في المات. فبالنسبه للداله الحدوديه الوغ عندنا اكس اس ان بالنسبه للدوغري ديال الحدوديه خاصو ينتمي لنا المجموعه ان. فغابلي مجموعه ان كنتو درتوها في لي سويت، دونك المتتاليات. مجموعه ان هي مجموعه الاعداد الصحيحه، مجموعه الاعداد الطبيعيه، يعني 0 1 2 3 4 وهكذا. يعني الا كان عندنا مثلا مقام فهذا ما كينتميش الى مجموعه ان صافين، يعني انا خصك غير لي نومبر انتيير، ستادير يعني النومبر اللي 1 2 3 4 صافين. الوغ باغ اكزومبل غاسين دو 2 حتى هو ما كينتميش، حاش الجذور حتى هو ما كينتميش لونسومبل ان. باغ اكزومبل العدد السالب حتى هو ما كينتميش للمجموعه ان، لان المجموعه ان تحتوي فقط على الاعداد الموجبه. او عندنا عاوتاني سيدي دونك هما هاد يعني ثلاثه الشروط، هاد ثلاثه الشروط، الشرط الاول هو هذا، الشرط الثاني هو هذا، الشرط الثالث هو هذا. اوكي استعدنا ما فهمنا والو، نحاول نعطيو امثله ونشوف نحكموا عليها واش بولينوم ولا لا. باغ اكزومبل عندنا واحد الداله اف لي اكس صافين، عندنا اكس كاري زائد اكس زائد 5 ياك. اول شرط كنشوف واش المقام فيه متغير، انا عندي مقام هو واحد ولكن ما عنديش فيه متغير، عندي فيه عدد. الوغ هنا الشرط الاول مشى، الشرط الثاني كيبان ليا كاين شي جدر هنا ما كيبانش ليا الجدر، اذا سا مارش دونك عندي باس. عاوتاني كنشوف اشنو كنشوف دابا الدوغري ديال الحدوديه. الوغ الدوغري ديال الحدوديه عندي هنا شحال، عندي جوج، جوج هاي كاينه هنا، واحد حتى هي كاينه هنا صافي. اذا هاد دي بولينوم ولا لا؟ كنقول هادي بولينوم. مفهوم الشباب؟ ناخذ مثال واحد اخر باغ اكزومبل، عندنا شي الو عندنا مثلا اكس على جوج زائد 3 اكس وكاخي. نشوفو هنا عندي مقام ولا لا؟ فعلا عندي مقام، ولكن كما قلت الشباب مقام ما خصوش يكون فيه متغير. هنا عندي مقام فيه عدد دونك با بروبليم بالنسبه ليا، يعني انا كنت ما خصوش يكون فيه اكس، ما يكونش فيه شي متغير، يكون فيه عدد حقيقي با بروبليم صافي. الو بالنسبه للشرط الثاني ما كيبانش ليا كان شي جدر هنا دونك ما عنديش مشكله. كنشوف عاوتاني الاستاذ، عندي هنا واحد وهنا عندي جوج دونك كينتميو الى المجموعه يعني. اذا هذه بولينوم ولا لا؟ اذا هذه بولينوم. مثلا الى خدنا اش دي اكس واحد داله واحد اخرى،
ولات عندنا هي x زائد 1 سور x ناقص 1. في هذه الحالة كنشوف الشرط الأول أح، هنا الشرط الأول عندي منعني، يعني هنا الشرط الأول عندي متغير في المقام، إذن هذه الشباب ماشي دالة حدودية، متفقين؟ ألو ناخدو مثال واحد آخر، باغ إكزومبل كا دي إكس، عندنا مثلا غاص سين ديال إكس زائد جوج إكس، متفقين؟ ألو هنا كما قلنا الشرط الأول ما عنديش مقام سامارش، دونك الشرط الثاني عندي غاسين غاسين تحته متغير الو هادي حتى هي ماشي بولينوم صافي، اذا هادي كما قلنا ماشي بولينوم وحتى هادي ماشي بولينوم، بالنسبه لهادي بولينوم بولينوم، علاش؟ حيت عندي هنا الجدر، جدر تحته اكس صافي. بار اكزومبل عندنا واحد جي دو اكس بحال هكا، بار اكزومبل عندنا اكس على بويسونس 5 على 3 زائد اكس، الو في هذه الحاله عاوتاني كنشوفش عندي مقام في اكس، لا عندي جدر لا، ولكن عندي x أس n ستر عندي 5 على 3 ما لا لا تنتمي الى n وانا بارتي با ان يعني ما داخلاش انا، صافي الشباب. الو في هذه الحاله هذه ماشي بولينوم بشرط ثاني تقرا، مثلا عطيتكم اخر مثال ندوزو حاجه واحده ورا، مثلا قلنا l دو x، الو l دو x عطاونا راسين ديال 3 دو x زائد 5 صافي. الو في هذه الحاله كي نشوف الحاله الاولى دونك مقام ما عندناش فيه متغير، الجدر عندنا تحت منه عدد ما عنديش مشكله لان يعني مقريو خص الجدر يكون تحته متغير، بالنسبه للاكس هنا عندي عدد، هنا الشباب راه الجدر غير على 3 فقط ماشي على اكس، راه اكس اس 1 دونك كاينه تما صافي الشباب، دونك هنا كنقدر نحكم على ان هذه مالتها هي بولينوم، كنتمنى ان بولينوم تكون وصلت، دونك تحقق ثلاث شروط راه بولينوم، ما بغيتيش سينو خصك تبقى عاقل على تركيبه كومسه بحال هكا، وانا فهمت كنحاول انني نهرب بحال هادي، علاش؟ لان الطلبه كيواجهوا مشاكل بزاف. اوكي اذا داكور يا شباب، الا قلنا انها حدوديه يعني عندنا فونكسيون اف باغ اكزومبل اف اي بولينوم فونكسيون بولينوم، الوغ في هاد الحاله كنحكم على ان مجموعه التعريف هي اخ، يعني دي باغ اكزومبل كون سميتها اف، كون دي اف كتساوي شحال هي لونسومبل اخ، علاش لونسومبل اخ؟ نفسر لكم، باغ اكزومبل عندنا واحد الداله كون بحال هكا دونك اكس زائد واحد ياك، الو هنا كيقول لك لونسومبل ديفينيس شنو هو؟ هو واحد المجموعه ديال الاعداد خاصها تكون تعطيني قيمه صافي، يعني ملي نعوض تعطيني شي حاجه كاينه في الماط، مثلا حنا نوعيه الاعداد اللي عندنا اللي نقدروا نعوضوا بهم كاين ثلاثه، كاين عدد موجب صافي، كاين عدد سالب، وكاين عدد كيساوي زيرو، يعني زيرو صافي. الو بحال انا نمشي نحسب الصوره ديال كل وحده فيهم ونشوف الشباب شحال عطينا، دونك اف مثلا ديال واحد عطاني شحال الشباب؟ عطاني هي واحد زائد واحد، دونك عطاني القيمه ديالها شحال؟ سي جوج، يعني عوضت بلاص اكس بشحال؟ بواحد، دونك جوج كاينه في الماط ولا لا الشباب؟ كاينه في الماط، دونك عادي جوج ماشي شي مشكله كاع صافي. نمشيو عاوتاني نعوضو مثلا باف دو صفر، لاحظوا معايا الشباب عطاني شحال؟ صفر زائد واحد كتعطيني شحال؟ هي واحد، الا مشينا عوضنا باف لي ناقص واحد باغ اكزومبل تعطيني ناقص واحد زائد واحد، دائما الشباب كنعوض بلاص اكس باش بداك العدد لي كنبغي فهم. اذا هنا هذا التعبير كاين في الماط، هذا التعبير كاين في الماط، لاحظوا معايا طبيعة العدد كيما كان العدد عوضت بيه عطاتني شحال؟ عطاني واحد الرقم صافي. هاد الارقام الطبيعة ديالها كتنتمي الى ار، لانك تعرفوا ار شنو كتساوي الشباب، راه هي موال لانفيني بلوس لانفيني ياك، راه هادشي اللي قرينا في البخوميييغ اني دو باك او في الدوزيام اني دو باك، وايضا حتى في جدع مشترك في درس ديال المجموعات ياك سون فون، راه هنا عندنا موال لانفيني عندنا بلوس لانفيني سي فوالا، دونك موال لانفيني بلوس لانفيني سي ار، يعني هنا جميع الارقام، دونك كيما كنقولوا ان ار هي اكبر مجموعه كيما قرينا، دونك هنا نعوض باللي كان ما عنديش مشكله، دونك دائما كيخرجوا لي اعداد كاينه في الماط صافي. او من بعد نفسر لكم هاد اللعبه ديال كاينه في الماط في الامثله في اللي كان اللي جاي مفهوم، اذا نعوض باي رقم بقيتي من ار من هنا غتلقى دائما كيعطيك عدد، ناخذ 5 ناقص 10 ناقص 10 ناقص مليار جوج مليار نعوض بلاص اكس ديما يبقى يخرج لي عدد كاين في الماط، يعني هادشي مقبول في الرياضيات. اذا الا كانت عندي بولينوم دونك ديريكتومون كنقول دي اف كتساوي ار، بحال مثلا عندنا لا فونكسيون اف شنو لونسومبل ديفينيسيون ديالها، كنكتب بروف لافاك كنكتب ليه عندي دومين دي ديفينيسيون سي ار صافي، و ار شنو هي الشباب خصهم تعقلوا عليها، دونك هي موال لانفيني بلوس لانفيني صافي، الوغ بلوس لانفيني. اوكي شباب ناخدو مثال واحد اخر، باغ اكزومبل عندنا جي دو اكس،
عندنا x à la puissance 5 plus x à la puissance carré زائد 3. دائما شباب كنشوفوا واش حدوديه ولا لا، دونك انا كتبان لي حدوديه حيت ما فيهاش مقام، ما عندناش فيه متغير نيماتور، ما عندناش فيه متغير. الوغ هنا ما عندناش غاسين، سي تادير هنا عندنا الاستاذ كينتمي للمجموعه ان، اذا دي دو جي هنا عشان ما نسميهاش اف الشباب باش كنسميها على حساب لا فونكسيون، دونك دي جو دي كتساوي شحال سي ار اللي هي طبعا سي موان لانفيني بلوس لانفيني، متفقين؟ دونك عندنا جي اي بولينوم.